السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا، ويا رب دايما بخير. ايه تفسير او ايه معنى رؤية بعض الدول؟ احيانا كتير حد مننا نشوف انه مسافر لفرنسا، لانجلترا، للسعودية، لمصر، ايا كان. ايه معنى او ايه تفسير الدول دي؟ نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء. رقم واحد هي رؤية السفر هي السعودية. ايه معنى السفر للسعودية؟ لانه كتير قوي بتكرر علينا، سواء بقى اني اشوف مسافر للسعودية عامة، سواء اني مسافر لحج، مسافر لعمرة، لكن ايه معنى السفر للسعودية؟ اذا كنت شايف ان انا مسافر للسعودية عامة فدي محمودة جدا، لان ده معناه تغيير في حياتك عامة وانقلاب حالك تماما من السوء للسعادة وفك الكرب. فده معناه ان في انفراجة عظيمة جدا هتيجي في حياة الشخص الفترة اللي جاية، وهتكون سبب في ان حاله يتبدل لسعادة عظيمة. طيب لو شفت ان انا مسافر للحج او مسافر للعمرة، نفس التأويل؟ لا طبعا، مسافر للحج ده معنى ان انا في طريقي لقضاء حاجة، قضاء حاجة بقى خاصة بقى بسفر بالفعل، خاصة بحمل، خاصة بأمر بسعى فيه وهيقضى. السفر للعمرة على حسب برضو وضعنا، يعني ربما انه طولة عمر للمريض، ربما انه خطوبة او زواج للعزباء، ربما انه الشخص ده هيدخل في امر وهيكون في نجاح للناس اللي مصلية استخارة على الدخول في مشروع او الدخول في عمل، فهنا بتؤول على حسب الوضع بتاعنا. طيب رقم اتنين هي رؤية السفر لمصر. ايه معنى السفر لمصر؟ السفر لمصر من الرموز المحمودة جدا في ناحية قضاء الحاجة، لأنها ذكرت في القرآن بدأ بقضاء المسألة، أو إن في حاجة أنا دعيت بيها وحتقضى لي بالفعل، فهي رمز لأنه بالفعل الشخص هيقضى لي أمر بيسعى فيه. طيب رقم اتنين لمعنى أو تفسير رؤية مصر إيه؟ إنه الشخص ده هيستبدل مكان بمكان. يعني إيه؟ يعني لو أنا كنت في عمل، ده معنى ان انا هستبدله باخر. لو انا كنت في كلية وبفكر ان انا اتنقل او اغير مجال دراستي، ده معنى انه ده هيحصل، فهي رمز للاستبدال او التغيير من مكان لمكان. رقم ثلاثة في تفسير رؤية مصر، لو انا عندي اسحار او انا على رقية شرعية بغرض انتهاء او زوال سحر، وشفت ان انا سافرت لمصر، ده معناها انه باذن الرحمن في نصره بخلاص من سوء وخلاص من اسحار، لان سيدنا موسى عليه السلام انتصر على فرعون وسحرت فرعون في مصر، فده معناه ان انت هتتخلص من سوء بالفعل الفتره اللي جايه. كمان هي رمز للنصره على العدو، وده برضو للسبب اللي احنا لسه ذاكرينه من شويه، ان هي بتكون رمز رفعه للمظلوم، لان سيدنا يوسف يعني كان وزير او كان صاحب مكانه، ولكن في مصر من بعد ظلم او سوء تعرض ليه، وسيدنا موسى انتصر فيها على فرعون، فدي بتعود على نصره للمظلوم ورفعه شان باذن الله برضو للمظلوم. طيب رقم ثلاثة هي رؤيه الجزائر. الجزائر لما تشوفها اعرف على طول ان في خير قادم. خير قادم في ناحية ايه؟ اذا انا بنتظر قدوم غائب، يعني انا بدعي بانه في شخص غائب عني انه يرجع، او ان انا منفصل عن حد وبدعي ان ربنا يصلح ما بيننا، وشفت ان سافرت للجزائر، ده معنى انه عودة ود وانه نقلة كبيرة هتحصل، ولكن نقلة عظيمة وفيها خير كتير جدا 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 ليك ما بعد الرؤية. بالنسبة للبنت العزباء، وان هي تشوف ان هي سافرت للجزائر، او ان شافت انه في شخص من الجزائر قدم عليها او انه موجود معاها، فده معناه انه في خاطب جديد للناس اللي مش مرتبطة. الناس اللي مش مرتبطة لما تشوف انه شخص من الجزائر جه لمكانك، اعرفي انه باذن الرحمن انه في شخص جديد هيتقدم لك، مش شخص سبق ليه انه تقدم لك قبل كده، لا هنا شخص اول مرة يتقدم لك. ده الناس اللي مش بتتمنى حد من الماضي، لكن اللي بيتمنى حد من الماضي ده معنى صلح. رقم ثلاثة الناس اللي عندها مشاكل مادية. الناس اللي عندها مشاكل مادية وتشوف ان هي سافرت للجزائر، ده معنى انه في نقلة طبعا
طيبة جدا، بس عن طريق الدخول في عمل جديد أو في مصدر رزق جديد. فهي بتعود على ناحية الأرزاق الجديدة مش القديمة، أو مش إنه عودة رزق مفقود، لأ، هي بتعود على إنه في رزق جديد أو عمل جديد هتبشر بيه. رقم 4 هي رؤية المغرب. السفر للمغرب رمز محمود لشخصين، ورمز محمود جدا. لمين؟ الناس اللي بتتمنى أو اللي بتسعى في سفر وتشوف إن هي سافرت للمغرب، فده معناه إن بإذن الرحمن هيقضى ليها سفر ميسر، ونسأل ربنا إنه بيكون فيه خير بإذن الرحمن. رقم 2 الناس اللي بتدرس. الناس اللي بتدرس وإن هي تشوف إن هي سافرت للمغرب، فده معناه إنه نول مكانة في ناحية علم، يعني إن هيكون في تفوق أو في نجاح أو في مكانة عظيمة جدا هتوصل ليها في ناحية علم الفترة اللي جاية. طيب، كمان من الرموز المحمودة جدا هي رؤية السفر لتونس. السفر لتونس رمز جميل جدا. ليه؟ لأن هي بتعود للناس اللي عندها مشاكل زوجية إلى عودة الونس والألفة والمحبة والاستقرار ما بينها وما بين الزوج. الناس اللي عندها مشاكل في العمل وتشوف إن هي سافرت لتونس، ده معنى إنه في عودة استقرار وعودة راحة هتدخل عليها الفترة اللي جاية بإذن الرحمن. الناس اللي متقدم لها خاطب أو في خاطب بيتكلم في أمر زواجه، متحيرين في أمره إذا كان مناسب أو لأ، وشفنا ان احنا مسافرين لتونس، ده معنى ان الامر فيه خير، وانه الامر باذن الرحمن هيقضى وهيتيسر باذن الرحمن. طيب، لو حد شاف بقى ان هو مسافر للبنان، ايه معنى السفر للبنان في المنام؟ السفر للبنان رمز لامرين فقط. الامر الاول اذا كان الشخص ده مكروب او مهموم. لو انت مكروب او مهموم شفت انك مسافر للبنان، ده معنى ان في انفراجة وان في فك كرب عظيم انت في الفترة اللي جاية، ونسأل ربنا ان بتكون رمز للاستقرار من بعد مشاكل او من بعد فترة سوء حال، بتكون رمز لانه الشخص هيدخل على فترة راحة او فترة استقرار في حياته. لو انت عندك مشاكل مادية وشفت السفر للبنان، ده معنى انفراجة في ناحية رزق الفترة اللي جاية. طيب، في رمز تخلي بالكوا قوي منه، لان ناس كتير قوي يعني بتأوله غلط. في ناحية ايه؟ ان انت تقول لي دولة فقولك معناها وخلاص بدون النظر لوضع الدولة دي. يعني ان شاء الله بإذن الرحمن ربنا يفك كرب السودان واهلها، وربنا ينصر فلسطين بإذن الرحمن. بس لو انا شفت ان انا مسافرة للسودان في وضع الاستقرار، السودان من الرموز المحمودة جدا، ربنا يفك الكرب بإذن الرحمن. ليه؟ لأنها رمز لدخول رزق عظيم جدا عليك الفترة اللي جاية، إن الشخص ده هيرزق بمال وفير بإذن الله. رقم 2 لرؤية السودان هي زوال ألم أو توجع. يعني لو حد مريض وشاف نفسه إنه مسافر للسودان، فده معناه انه الشخص ده نسأل ربنا انه بيكون فيه انفراجة، ولكن انفراجة من بعد اشتداد. فلو مريض شاف انه هو مسافر للسودان، يعرف انه الموضوع فيه شدة كبيرة، وانه الامر بتاعه او الظرف بتاعه يعني فيه شدة كبيرة وحتاخد شوية من الوقت، لكن بإذن الرحمن بيعقبها انفراجة او شفاء. لكن اولا يعرف ان فيه شدة صحية، ولكن في النهاية فيها نجاة وفي زوال للمكروه. السفر لفلسطين في وقت زي اللي احنا فيه ده مش محمول، لان ده معناه وقوعك انت لا قدر الله في ظلم، او ان في حد هيتجبر عليك، فبتكون رمز تحذير. طيب، السفر لليبيا. السفر لليبيا من الرموز المحمودة جدا في ناحية ايه؟ انه الشخص يعني نسأل ربنا انه بيكون بشرة بنصرة قوية للشخص. يعني لو مظلوم وشاف انه مسافر لليبيا، فده معناه انه في نصرة عظيمة جدا هتتيسر ليه الفترة اللي جاية. رقم 2 ان هي بتكون رمز لانتظار. يعني ايه؟ يعني لما بنت عزباء او حد تارك عمله وبيبحث عن اخر وشاف انه هو مسافر لليبيا، ده رمز لفترة صبر
بس هيعقبها ايه؟ هيعقبها قضاء المسألة. فلما اشوف ان انا مسافرة لليبيا وانا عندي تعطيل او عندي مشكلة مادية، فرؤية بتنبهني ان عليكم على الصبر، لان في الختام او في النهاية من بعد فترة صبر انه في تيسير من بعد تعطيل، وانه في رزق من بعد انقطاع، فبتكون بشرى، ولكن اولا في فترة صبر. طيب السفر للعراق، ايه معنى السفر للعراق؟ السفر للعراق محمود، ولكن في تنبيه في ناحية ايه؟ يعني اولا لو حد في وضع طبيعي وشاف انه سافر للعراق، هنا بتكون رمز لايه؟ هنا بتكون رمز للرقي او المكانة او الوصول لهدف اسمى او اعلى من وضعك الحالي، فبتكون رمز للارتقاء او المكان. لكن في تنبيه بقى للناس اللي امورها متعطلة او امورها فيها مشاكل، فده رمز لانه الشخص بحاجة لرقية شرعية او بحاجة انه ينتبه او يلتزم برقية شرعية، طالما ان انا عندي تعطيل او عندي وقف حال واشوف ان انا سافرت للعراق. رقم ثلاثة هي رمز لخلاف ومشاكل، فلو شفت ان انا مسافرة انا وحد من المعلومين ليا للعراق، فده معناه ان في خلاف او في مشاكل هتحدث ما بيننا الفترة اللي جاية، فهي رمز لخلاف او مشاكل، ولكن ما بينك وما بين مقربين، خاصة لو المقرب ده جه مسافر معاك. فالعراق من الرموز المحمودة في ناحية المكانة لارتقاء لوضع افضل، ولكن رمز تنبيهي في ناحية ان الانسان بحاجة لرقية شرعية للناس المتعطلة او اللي فيه وقف حال، كمان رمز لخلافات ومشاكل ما بينك وما بين مقربين. طيب ايه معنى السفر لليمن؟ اليمن في وضعها الطبيعي دي من الرموز المحمودة جدا، يعني بتعود على اليمنى، على البركات، على السعادة، على خير كتير جدا، على فاتحة في ناحية رزق. لكن لما اشوف ان انا رايحاها في وضع زي الوضع الحالي، ربنا يفك كربهم وربنا ان شاء الله يصرف عنهم السوء وتعود افضل مما كانت باذن الله، هنا مش محمودة. ليه؟ لان ده معناه انه مشكلة بتقع على الشخص او سوء بيقع على الشخص او تدهور حال. فلما تشوف ان انت مسافر، وده مش بالنسبة لليمن فقط، ده اي دولة فيها مشكلات ما تاخدهاش باسمها، يعني ما دورش مثلا على مصر، على السعودية، على الجزائر، على اليمن، على فلسطين، ما دورش وخلاص، لا، انت خليك عارف الدولة دي وضعها مستقر حاليا ولا لا. لو الدولة فيها اي مشاكل وتشوف ان انت رايح ليها، بتكون رمز تنبيه او تحذير، وخليك انت من نفسك عارف الامر ده. لكن هي في وضعها الطبيعي اليمن من الرموز المحمودة جدا بإذن الله. للأردن، إيه معنى بقى السفر للأردن؟ السفر للأردن رمز الإيه؟ رمز الفترة أو مرحلة أمان في حياة الشخص بإذن الرحمن، ده أولا. تاني رمز هو رمز السفر بالفعل، يعني الناس اللي بتنتظر سفر وتشوف إن هي مسافرة للأردن، ده معنى إنه في سفر أو في انتقال هيحصل في الواقع. رقم ثلاثة هي فك كرب مالي، الناس اللي عندها مشاكل في الماديات او مشاكل في ناحية المال وتشوف ان هي سافرت للاردن، تعرف انه في تغير في ناحية الرزق باذن الرحمن. طيب ده بالنسبة للدول العربية، بس في دولة يعني محمود رؤيتها جدا، هي الصومال. الصومال بتعود على امرين، اولا بتكون تنبيه لكثرة الصوم والتقرب لله بالصوم، ثانيا بتكون رمز لدخول المال والرزق. فالصومال لما تشوفها اعرف انه في قضاء امر بتنتظره من بعد تقرب لله، ولكن عن طريق الصوم، ودي هنا بتجيلك واضحة. تاني شيء انه هو في الفترة اللي جاية في دخول مال عظيم هيكون عندك باذن الرحمن. طيب رؤية بقى الدول الاجنبية، ايه معنى بقى السفر لفرنسا اللي كتير مننا بيشوف؟ السفر لفرنسا طالما ان انا مش بتمنى سافر ليها ولا هي في بالي اصلا، خلاف لما ببقى بتمناها. لو انا بتمنى سافر لفرنسا، ربما ان تكون بالفعل بشرى، ربما ان تكون حديث نفس، ودي اولها بقى ايه المفسر او المعبر لما تذكر له الرؤية كاملة. طيب بالنسبة بقى ان انا مش بفكر فيها واشوف نفسي سافرت لفرنسا، هنا بيكون بمعنى ايه؟
أولاً بيكون بمعنى التخطي، يعني بتكون تنبيه ليك إن في حاجة لازم تتخطاها أو تتجاوز عنها. فلما تجيلك اعرف أنت يعني في الوقت ده كنت بتفكر في إيه، كنت بتتمنى إيه، لأن هي بتكون رمز إن في حاجة اتركها أفضل، أو بمعنى صح ما حطش أمل كبير فيها. ده أول شيء. طيب رقم 2 في رؤية فرنسا، هي رمز لتحقيق أمنيات مستقبلية، بس خاصة بإيه؟ خاصة بالمكانة، يعني اللي بيسعى في دراسة، اللي بيسعى إنه يعلو شأنه في عمله ويشوف إنه سافر لفرنسا، ده معنى إنه حيوصل للي بيطمح ليه. فهي من رموز البشريات السارة جدا، ولكن نحذر من الناس اللي بتفكر في شيء أو بتسعى في شيء وتشوف إن هي سافرت لفرنسا، خاصة لو هي بتسعى في شيء من الماضي، يعني مثلا عندي عمل بسعى أجدده، عندي شخص كان في حياتي بتمنى العودة لي وأشوف نفسي إن أنا سافرت لفرنسا. هنا ده معناه الرؤية بتنبهني إما إن الأمر ده صعب جدا الحصول عليه دلوقتي، أو إن الأمر ده ما فيهوش خير ليا. فهنا بتكون من الرموز التنبيهية أو التحذيرية، لكن لغير الناس دي هي محمودة جدا في ناحية الوصول للأمنيات ورفعة الشأن والمكانة. طيب رقم 2 هي رؤية انجلترا. انجلترا او بريطانيا لما اشوف ان انا سافرت ليها محمودة جدا في ناحية ايه؟ في ناحية المكانة، يعني ان الشخص ده حيعلو شأنه بصورة كبيرة جدا، لكن حيعلو شأنه فين؟ حيعلو شأنه مع اشخاص مختلفين عنه، يعني اما ان انا بالفعل حيعلو شأني في دولة غير دولتي، او ان انا هدخل في عمل في غير مجالي الاساسي وحيعلو شأني عن اشخاص حواليا او اشخاص معايا في نفس العمل، مع العلم ان انا ده مش نفس مجالي الطبيعي او مش مجال عملي الطبيعي، لكن هتفوق على اصحاب العمل الاصلي. فرؤية السفر لانجلترا بتبشرك بمكانة عظيمة جدا باذن الرحمن، ولكن نخلي بالنا انه المكانة دي اما ان بتكون على سفر او بتكون على اشخاص وفي مجال غير مجالك الاصلي او غير مجالك اللي انت درسته. طيب السفر للصين، السفر للصين ودول اسيا من الرموز المحمودة، ولكن في ناحية امور معينة. في ناحية ايه؟ اولا في ناحية علم، لان دي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، اطلبوا العلم ولو في الصين. فجزء ان انا اشوف اني سافرت للصين او دول اسيا او شرق اسيا بالتحديد، بتكون رمز لي اولا الوصول لناحية علم او الرفعة في ناحية علم. ثانيا الناس اللي اثرت في ناحية العلم بتاعها، او الناس اللي وقفت دراسة وتشوف ان هي سافرت للصين، ده حس ليها على ان هي تكمل دراستها او ان هي تعيد مرحلة الدراسة او تعيد الدراسة مرة تانية. ونسأل ربنا ان تكون بشرة خاصة بنجاح وتفوق. طيب لو انا مش في مرحلة دراسة ولا بفكر في دراسة ولا علم ولا الكلام ده، وشفت ان انا مسافرة لدولة منهم، سواء الصين سواء اليابان سواء ايا كان من دول شرق اسيا، دي تعود على ناحية ايه؟ دي هنا محمودة جدا في ناحية نعمة هتدخل عليك، ولكن بحاجة للحفاظ عليها، لان سهل ان هي تزول. النعمة دي خاصة بايه بقى؟ خاصة بعمل او مال. فالدول دي بتعود على ناحية رزق سهل الضياع او سهل الفقد. فلما اشوف ان انا سافرت ليهم، فالرؤية بتنبهني ان خلي بالك انت هتحصل على فرصة كويسة جدا الفترة اللي جاية، سواء في عمل او مال هيجي لك، لكن الحذر من الاهدار او الحذر من ان انت تضيع الفرصة او الرزق ده الفترة اللي جاية. طيب السفر بقى للهند، ناس كتير بتشوف ان هي مسافرة للهند او ان هي بتتعامل مع اشخاص من الهند، مع العلم ملهاش علاقة بيهم. هنا ايه معناها؟ هنا ابشر على طول، السفر للهند بشرتين. البشرة الاولى ان دخول مرحلة بهجة وسعادة تفوق تخيلاتك او تفوق اللي انت بتطمح فيه، فده دخول في فترة سعادة وفترة بهجة في حياة الشخص باذن الرحمن. رقم 2 انه الشخص ده باذن الرحمن
هيشرع للدخول في عمل أو هينشئ مشروع هيكون سبب في إدرار رزق عظيم جدا ليه ما بعد الرؤية. فالسفر للهند من الرموز المبشرة جدا 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 ليك. طيب السفر لإيران هو رمز تحذيري ومش بيتكرر يعني على ناس كتير مننا. ليه؟ لأنه بيجي للناس اللي بتطمح في المكانة بس يعني مش بترعى قوي الناس اللي حواليها. ليه؟ لأن السفر لإيران بيعود على ناحية أنه الشخص ده هتتبدل أحواله وحيصل لأهدافه وحيصل لمكانه، لكن هتكون علاقته باللي حواليه مش محمودة، يعني هيكون في مشاكل، في خلافات، في عداوة، في كراهية كبيرة ما بينه وما بين اللي حواليه. فهي بتبشر الشخص صحيح بمكانه، صحيح بنقلة في وضعه كبيرة جدا، ولكن إلا أنه الوضع اللي هتصل ليه ده مع وجود كراهية أو مع أنك هتكون مش محبوب من اللي حواليك لسوء بقى، ربما تقصير منك، ربما أنه قلة صلة، ولكن هي بتبشر بالمكانة مع عدم الاستقرار في العلاقات الاجتماعية مع اللي حواليك. دي كده أهم الرموز. ولو ليه حد فيكو ليه أي سؤال، لو أي حد فيكو ليه أي سؤال عن دولة معينة ياريت يذكرها في الكومنتات وإن شاء الله هنرد عليه. ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتنسوش تعملوا لايك للفيديو. أترككم في رعاية وحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.